تقريبا بين 150 الى 160 بسطه وكشك من اصحاب المخضر، اصحاب الباله، اصحاب سوق الاربعاء، جماعه المعدات اليدويه، وكلهم ناس تعبانه، ناس مسحوقه. يعني ورانا تقريبا 500 الى 450 عائله، زين هذه انقطعت ارزاقها وين تروح؟ يعني كل عايشه على هذا السوق موصل جديد، السوق شعبي قديم صار له تقريبا 30 سنه. جابوا لنا كتاب استثمار، زين وين اكو استثمار برصيف؟ اخي احنا اصحاب بسطات وكشاكه موصل جديده سياج المقبره. اجونا جماعه البلديه قالوا امر ازاله مده 15 يوم، مستثمر ما اخذه، زين وين بيا دوله بيا قانون رصيف مال الدوله ويستثمر؟ ما سمعانين بيها. وثاني شيخ احنا لا ضايقين ابو محل، لا مضايقين طريق، جو البلديه شدوا كاميرات شدينا كاميرات، انطوا جبايه انطينا جبايه، حراسه انطينا حراسه، وما متجاوزين. ثاني شيء خلونا خط اصفر، قالوا هذا الخط الاصفر ما تجاوزوا وما تجاوزنا، زين مده 15 يوم يجي ويبلغني اصغر موظف بالبلديه يوم يجي يهددني يقول 15 يوم وتطلع واجهزي لك وتجيب الشفر وشيلك. زين انا وين اطي وجهي؟ انا صاحب عيله وكل اصحاب عوائل. ايش يريدون احنا نسوي؟ ما عندنا مشكله، بس احنا اذا يزيلونا من هنا وين نروح؟ نروح نطلع من الطريق ننهب؟ لو نسلب؟ لو نروح نصير ذيوله يعني؟ وين نروح نصير؟ شو نريد نصير؟ يعني احنا ماكو قانون يجي يحاسبنا اذا نريد نطلع من الطريق، يعني احنا نريد ناشد المحافظ، قائم مقام، كل شريف بهاي الدوله من نائب وغيره ينظر علينا نظره عطف، يعني احنا ناس عوائل نريد نعيش متعففه، ما عدنا احنا ناس فقراء، يعني اكو ناس يطلع له بنهايه اليوم 5000 دينار، عايشه على الله ثم علينا اهل العلاقات يبيعون العلاقات، عايشه على الله ثم علينا العربان يحمل له بربع دينار. وصاحبين عوائل وإهتامة، شنو ذلبنا احنا؟ يومية كل خمس ست أشهر على ما يصفى راسنا يجي جايب لك كتاب جديد، كتاب سواء مزور، كتاب سواء قانوني، يجون علينا احنا شنو ذنبنا؟